ليه الواحد فينا أو بعض الناس ما بيحسش بأنه متحقق ذاتيا وراضي عن نفسه كده ومبسوط إلا لما الطرف الآخر يعترف بيه أو يعجب بيه أو يرضى عنه يدعم وجوده؟ هنا بقى بيبقى فيه مشاعر جوه الإنسان اللي ما نالش حقه من المشاعر. عشان كده لو مكالمة أستاذ أحمد ما كان بيقول أنماط الأطفال، مهما اختلفت أنماط الأطفال لازم تديهم مشاعر حب واهتمام مهما اختلف أنماطهم، لأنه إذا ما خدش المشاعر دي والاهتمام والإحساس بيه والاستماع ليه والحوار معاه وهو صغير جدا في طفولته المبكرة، يكبر بقى وهو عنده إحساس بإيه؟ بعدم الاستحقاق. أنا لا أستحق لأني ما حصلتش على الاهتمام في توقيته، فهبدأ أدور على الاهتمام بكل الطرق من كل الناس اللي حواليا في أوقات مختلفة، وهتبدأ مشاعر جوايا بتألمني ما بيشتغلش الرضا والسعادة عندي إلا لما الآخرين اللي حواليا يدوني موافقة وقبول ورضا ودعم ليا. إذا ما ادونيش أبقى متقدر ومتنكد، إذا الناس اتعاملت معايا عادي يعني كل واحد مشغول في حاله أقول إيه ده، أنا ما لفتش نظرهم إزاي، إيه ده هما، فأبالغ في بعض التصرفات للفت نظرهم. وهديكوا أمثلة بعد ما ناخد المكالمة دي. أستاذ مصطفى، أستاذ مصطفى أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتورة؟ أهلا وسهلا أستاذ مصطفى. أنا أول مرة أشارك مع حضرتك. ده شرف. عشان أسجل يعني تقدير واحترام لشخصك الكريم. ربنا يبارك في حضرتك. أنت إعلامية من طراز فريد. ربنا يبارك في حضرتك والله. ربنا يبارك فيكي ويزيدك تألق وتميز وتوفيق إن شاء الله. آمين. بشكر حضرتك جدا. أسعدتني والله، أسعدتني وشرفتني بالكلام الجميل. وأنا كده حضرتك على في جميع برامج. ربنا يبارك والله، ربنا يبارك في حضرتك. يعني مواضيع وفيها عمق شديد. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يبارك فيك يا دكتورة يا رب. ويزيدك تألق إن شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك والله، بشكرك جدا على الدعاء الجميل ده، أسعدتني جدا بمشاركتك الجميلة. آمين آمين والله، يعني دعوة جميلة يا رب يجعل لي نصيب فيها. آمين يا رب. ربنا يبارك في حضرتك. عليكم السلام. بشكرك جدا والله، يعني بس مكلمني عشان كده ده شرف كبير يعني. طيب معانا مكالمة تاني لغاية ما تبقى المكالمة جاهزة معانا. معانا مكالمة. أستاذ محمد اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيبه، وربنا يجعل الدعاء اللي دعوه لك الاخ اللي قبل مني وانا بامن عليه. الله الله. امين امين امين. ومحمد عطيه كمان قال امين واسلام، وانا كمان واحنا كلنا ربنا يجعل صحيح. هم يستحقوا الدعاء والله. والله انا بدعيكم كلكم. ربنا يبارك في حضرتك. معكم معنا يا رب. امين امين. بشكرك جدا. انا تحت امر سعادتك في البرنامج اللي انت بصراحه اي مدرسه دكتوره، الله يبارك فيك. الله يبارك في حضرتك. بص احنا السعاده بالنسبه لنا انه انتوا تبقوا راضيين عن المحتوى اللي احنا بنقدمه. دكتوره احنا بصراحه انا يعني البرنامج ده انا عزيز على قلبي. وانتوا كمان اعزاء على قلوبنا. الشغل هنا لغايه ما بنت الساعه 6 الصبح إذا الشباب والرياضة ما بتنفعش من عندي. الله. بس المؤاخذة بفصلها ساعة ما بكسر لي بس. أيوه يتقبل الله من حضرتك. وأسعدتنا جدا بمكالمتك الجميلة.